الله وبركاته وتحياتي للجميع. إخواني أحبائي عشاق الخيول، بالنسبة لمادة القطار، في ناس حتقول إن القطران بنحط على الحوافر من تحت، يعني من محل ما بخبط، مظبوط، وبنحط كمان على الحافر، هو ممتاز للحافر. تقدر تحط القطران من تحت ممتاز، وتقدر تحطه من فوق ما فيش مشكلة برضه ممتاز، مادام انه مفيد للحافر من تحت حيكون برضه مفيد للحافر بشكل عام. طبعا السروج اللي احضرناها للخيول، بالنسبة للسروج يا اخوان، جبنا سروج رخيصة، وسروج أصلية، وسروج يعني سعرها متوسط، وسروج ثلاث أنواع من السروج، رخيص متوسط غالي شوي أصلي، يعني جبنا كل الأنواع، وفي شيء جبنا من الرشمات جلد أصلي وفي جلد عالي. طبعا مثل هاي رصية جلد أصلي. طبعا هاي عندنا شنط للسروج المكسيكية، عندنا السبورت، عندنا العيار، يعني الحمد لله كل اشي موجود. جبنا كمان اكل للخيول، فيتامينات، جبنا اكل منه لشعر الخيل، منه لل، طبعا جبنا اكل مشكل منه لبعض عضلات للخيل، لكن بدك تمشيه، وجبنا شغلات منيحه من الاكل، في اشي بقوي الشعر، بس هذا بتحطه مع الاكل. وجبنا كمان كاش مضغوط وزنه تقريبا 20 كيلو ل 25 كيلو كاش مضغوط، وجبنا كمان نجاره زي هاي مضغوطه، وزن النجاره 20 كيلو للي بده تحت الخيل. هذول طباق بتحط فيها الكش، بتضغطه وبتحطها عند الحصان، بصير الحصان بطول شوي شوي يسحب من الكش. طباق هذول حلوة. سطر واقية للي بتدرب على الخيل، وفي عندنا كمان لبس خصوصي للخيالة للي بده يتدرب او الخيالة، لبس خصوصي. وفي عندنا كمان هاي سطرة واقية لا سمح الله اذا وقع اشي، اجى حجر على صدره، اذا سقط شخص بتدرب بتعلم اجى على حجر على صدره على اشي، طبعا هو بده يكون لابس تقية. كمان في سطر بتحمي القفص الصدري والبطن والصدر بشكل عام. زي ما قلت لكم السروج الاسعار رخيص متوسط غالي اصلي، يعني جبنا كل شيء على اساس يكون كل شيء موجود للي بيرغب. الرشمات في اصلي وفي عادي، هذا كله مثلا اصلي، اللي زي هذا كلياته اصلي، شغلات اصليه. السروج طبعا هذا السرج اصلي، شايفين نوعية منيحة، بكون غالي. وفي عادي سروج عادية، وفي انجليزية، وفي سبورت، وفي مكسيكي، هذاك انجليزي بحكوله في الاخر. يعني الخيل يا اخوان عالم، مثل القطط والكلاب كل شيء لهم، والخيل برضه كل شيء موجود لهم. بالنسبة للسطر في الوان بيجي كحلي، طبعا هي لما بدك تعلقها بتعملها هيك، لكن لما بدك تلبسها تقلبها بهذا الشكل هيك، تنقلب هيك بعدين تلتبس.
بهذا الشكل تبس هيك وبتتسكر طبعا حسب الحجم والاكياس. يعني انا هاي علي صغير. طبعا اكياساتها في هاي مثلا اكس لارج، انا بدي اكسين حسب حجم الخيار.